اختتمت مساء اليوم بفندق بلازا بالعاصمة البلجيكية بروكسل فعاليات منتدى كرانس مونتانا. الحفل الختامي شهد تكريم عدة شخصيات من بينها فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو تقديرا لجهوده في إطار مكافحة الإرهاب. وحول هذا التقدير فقد عبرت السفيرة التشادية لدى المملكة البلجيكية عزيزة باروت عن انطباعاتها قائلة في ميكروفون الزميل خالد موسى الحاج. بعد يومين قضيناه هنا مع كرانس مونتانا بوجود حضرة رئيس الوزراء سيادة باهيمي باداكي ألبير والوفد المرافق له من ضمنهم وزراء ثلاثة، يعني نحن فخورين جدا جدا لأن فعلا بلدنا كان في وسط القمة وبلدنا كان الناس كلها اعترفت به وبلدنا الناس شهدت جميعا، يعني حتى في اللقاءات البلاترية أنا مع السلطات العالية حقة البلد هنا ومع منظمات الدولية من ضمنها الاتحاد الأوروبي والمجمع للسفراء الإفريقيين هنا، جميعا شهدوا إن جاد مظلومة من جانب قرار الأمريكي وكلهم أكدوا لتشاد إنه هيساعدوا ويقوفوا معه والحصل ده غلط كبير، فده فخر كبير وده نجاح كبير جدا جدا لأن أول مرة وفد بهذا المستوى خرج برا من تشاد وشاهد يعني من كل الجوانب يعني ترابط وتضامن كبير من ضمن الناس الكل قابلناهم. واليوم تم كمان يعني تكريم بإعطاء حق ميدالية كبيرة بالكبيرة بالمعنى وكبيرة بالرمز إنه تشاد دافعت وكافحت ونضالها ناجح وواضح ومفيد، فنحن فخورين طالعين من هنا بفخر كبير جدا جدا.